والله مو بنا والله مو بنا والله هو والله عاد اصور والله انت والله انت انت بس والله الابريع يصير انت سهل هو ابليس ابليس انا ابليس مين اللي قال بدق بريك انا ولا انت انا اللي حاط حرفتك بس انت اللي يا اخي اللهم اني صايم اللهم اني صايم خلنا صيام بس انت صايم اللهم اني والله العلي العظيم اقول له خليه يرقد ابشر بالخير والله اي والله خلاص يعني مقفل الملف لا يا ابشر يعني خلاص عطى فرصة الدرب طويل يقول لك الدرب طويل الف الحمد لله رب العالمين حصلنا لنا محطة في الآونة الأخيرة ثانك يو ماي فريند الحمد لله شكرا شكرا يا مدير اقول والله نحن صابرين وصايمين ومتحسبين ويعني قسم صابرين على يعني الصيام ما فيه بس والله العظيم انت صابرين عليك دبل اجر دبل صبرك ترى بيها صبر اسمع حبيبي لا تحاول تاخذني بالكلام ولا تحاول تجيني تحط السم في الدواء ما ادري الدواء في السم اسمع مره عليهم قل لا اله الا الله قلت لا اله الا الله انت تسمعني ولا لا انا رجال تراني اصوم على الاكل واصوم عن خلني ساكت لا تخليني افجر الفرن والله اتكلم صادق لا تخليني افجر الفرن قبعه بعد يلا حبيبي تعال